طيب اهلا بحضراتكم اولا واخيرا. يعني خلوني بس ابقى، معلش هبقى صادم شويه، ازاي تصدق كلام فارغ وتافه وعبيط زي ان مصر هتبيع المستشفيات المملوكه للدوله، وهنلغي العلاج المجاني، وهنلغي التامين الصحي؟ طب ازاي اذا كان البلد بتعمل عكس ده؟ عكس ده بلاش. هيجي واحد من اللي مستفيدين من ترويج مثل هذه الشائعة هيقول لك ما ده شروط الصندوق. طيب مش احنا كنا بنتكلم اول امبارح يا جماعة واحنا قاعدين على الترابيزة دي وجايبين 50 سؤال ب50 جواب عاملهم المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء تجاوب على كل حاجة؟ وانا قصدت وقتها اقول لك انه من ضمن الاتفاق اللي ما بيننا وما بين صندوق النقد ان احنا نوسع المظلة بتاعت الحماية الاجتماعية، اي نطاق مساعدات الاجتماعية التي تقدم من الدولة الى المواطن، بين قوسين زائد، لا الزائد بره والقوسين اهم مقفولين، التوسع في التأمين الصحي الشامل. يعني لو انت بتتكلم على انه الصندوق ممكن يبقى هو اللي طلق، طب ده العكس. حط نفسك مكاني، تعمل ايه؟ مش ليك حق تستغرب؟ اه هتلاقي المركز الاعلامي هو كل مرة بينفي، بيقول يا جماعة ما حصلش الشائعة بتاعت بيع المستشفيات والغاء منين الريس بيعمل مبادرة او عمل مبادرة ضخمة جدا للقضاء على قوائم الانتظار؟ قوائم الانتظار دي بالمناسبة بتاعت العلاج المجاني والحاجات اللي بتعمل على نفقة الدولة وما الى ذلك. المركز كما جرت العادة هو بيقوم بدوره وبيرجع للوزارة المعنية في الحالة دي هي وزارة الصحة، وهتلاقي وزارة الصحة بترد بمنتهى الشفافية، لا يا جماعة ما فيش حاجة من دي خالص، ولا خصخصة مستشفيات الحكومة، ولا هنلغي العلاج المجاني، ولا كلام من ده، وهتفضل المستشفيات بتاعت الدولة هي مستشفيات الدولة، وهتقدم الخدمات بتاعتها بالمجان. مش بس كده، ومستمرة في مسيرة تحسين الخدمة، ومستمرين في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. بس خلاص الرسوم بتاعته في أدخن حالتها، أعلى حالتها، أقوى حالتها، أغلى حالتها، 300 جنيه. يعني بعد الشر عن السامعين اللي هيعمل حاجة معقدة مثلا في المخ ولا في القلب، هو آخره 300 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص حرام بصراحة الكلام ده، حرام. ليه؟ لانه كفايه. يعني الاخوان هتقعد تقول لهم بطلوا تطلقوا شائعات، مش هيطلق شائعات. هو حرام انت تقعد تاخد وتدي في اللبانه دي طول الوقت. بالمناسبه بس عشان تبقى عارف، عدد الشائعات اللي بيطلق في مصر يوميا مئات، في الشهور عشرات الالاف. يعني لو بالشهر، امتى بنعلق على حاجه في البرنامج هنا وانا اقدر ابصم لك بال900؟ ده البرنامج اللي بيتشاف في من اكبر عدد من المشاهدين في جمهورية مصر العربية. ما فيش برنامج في مصر بيتشاف اكتر من ده. ليه؟ عشان ده البرنامج اللي جوه التلفزيون بتاع جمهورية مصر العربية، عشان دي القناة الاولى بتاعت الناس، كل الناس. حلو؟ طيب انت يا يوسف بتقول لنا الكلام ده عشان تقول لنا البرنامج بتشوف؟ لا، علشان كنا ان احنا بنعلق على ده، كنا ان انا واقف قدام حضرتك بقول لك الكلام ده، معناها ان الشائعه رايحه وجايه، الناس قاعده بتتكلم فيها. المشكله فين؟ ان انت اللي بتنقلها. يعني اطلقها الاخوان، طب دور رعاعه، انت بتنقلها ليه؟ بتعمل شير ليه؟ بتعمل لايك ليه؟ لايك على الايه؟ يعني لايك على شيء سلبي؟ انا عمري ما فهمت الموضوع ده خالص. تلاقي حد عامل لك على ايه؟ او بيشير، طب بتشير؟ سالت؟ طب رجعت؟ طب ما تسالش يا عم، ما تخش تتاكد، اكتب كده: هل يتم الغاء العلاج المجاني؟ هل سوف يتم بيع المستشفيات مثلا؟ هتيجي تشوف مثلا شروط الصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي، في مش عارف القرض المصري ايه؟ والله ما هتعدي معاك دقيقتين. ليه كان زماننا بنقول كلام تاني غير كده دلوقتي؟
نتكلم على حاجات حلوه بتجرى، وبنسرع الشغل بتاع قطاع الاعمال العام، والريس قاعد النهارده بيناقش في هذه الموضوعات، والمصانع والشركه بتاع شركه النصر لصناعه السيارات، حاجات حلوه، حاجات كويسه من اللي بتجيب ترى لملم. يعني بلد قاعده عماله بتشتغل على اعاده هيكله الشركات والمصانع بتاعه قطاع الاعمال العام، وبتشتغل على شركه النصر، هتروح تلغي العلاج المجاني برضه؟ بلد طول الوقت، لو احنا رجعنا تاني على القطاع الصحي، بلد طول الوقت قاعده عماله بتشتغل على تحسين المستويات بتاعه تقديم الخدمات والرعايه الصحيه، وازاي تحفز الاطقم الطبيه، على سبيل المثال للحصر في مساله نقل الدم. انا بس الشيء بالشيء يذكر كده. الموافقه النهارده حصل موافقة على اعتماد معايير قومية فنية منظمة لعمليات نقل الدم. ده معناه ايه؟ احط معايير، ده معناه ان انا قاعد عمال بنظم كل حاجة في الحالة بتاعتنا دي، عملية نقل الدم. طيب ايه اللي هيحصل؟ خليني هنا اسأل وارحب اولا بدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. اهلا بك يا دكتور. الخير استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك. ازاي الصحة تعبنا من كم الشائعات اللي بيلاحق وزارة الصحة والسكان يا دكتور؟ الحقيقة تعبنا من كم الشائعات التي يعني دائما ما تحاول أن تحبط المصريين، وتحاول أن تشكك في مصداقية ما تقدمه الدولة. أنا حضرتك لسه قايل إنه ما فيش الحقيقة ساعة بتعدي إلا وهناك عمل وجهد قبل أن يكون هناك أقوال ترتبط بتحسين الوضع العام للمواطنين وعلى رأس الوضع الصحي، وترتبط بالحياة الكريمة. هو يعني هدف الدولة حياة كريمة للمواطنين. ربنا يستر. طيب عايزين بقى نرجع على مسألة نقل الدم واعتماد معايير قومية وفنية لمسألة نقل الدم. اشرح لنا أكتر في دي يا دكتور، يعني إيه المعايير؟ إيه اللي هيحصل؟ يعني من ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمصريين، صدر قانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بمراكز وعمليات الدم أو بنوك الدم. والقانون استحدث مجلسا اسمه مجلس مراقبة عمليات الدم. المجلس ده يضم كل مقدمي الخدمة من وزارة الصحة، من المستشفيات الجامعية، من القطاع الخاص، اللي بيتعاملوا في بنوك الدم وتخزين الدم والتبرع بالدم وفرق الدم للمحتاجين. واحدة من المهام الأساسية لهذا المجلس كانت وضع معايير موحدة مرتبطة بالتبرع، مرتبطة بالتخزين، مرتبطة بآليات الصرف، مرتبطة بالفحوصات اللي بيتم إجراءها سواء على المتبرع أو على أكياس الدم الموجودة، عشان نضمن الأمان والمأمونية والسلامة للدم المخزن وللدم المنصرف، وبالتالي للمريض اللي هيحتاج إلى نقل دم بعد الشر على كل الناس. النهاردة أو المجلس أقر أو اعتمد المعايير دي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبقى عندنا النهاردة معايير واحدة. يعني أنت هتروح بنك الدم اللي موجود في المكان الفلاني في القاهرة، في الدلتا، في أسيوط، في الصعيد، في سينا، في السويس، في مدن القناة، في القطاع العام، في القطاع الحكومي، في المستشفيات الجامعية، في المستشفيات التابعة للصحة، في المستشفيات الخاصة، في المستشفيات الأهلية، هتجد نفس المعايير ونفس المستوى من تقديم الخدمة أو من توافر الدم بشروط الأمان والسلامة. ده ببساطة الموضوع. طيب ده عظيم جدا. إذا أصبح في عندنا معايير توافقية معتمدة لمسألة نقل الدم بشكل عام، وده في عموم الجمهورية، مظبوط؟ دكتور حسام ما سمعتش استاذ يوسف. بقول لحضرتك إذا أصبح في عندنا معايير قومية معتمدة أصبح متوافق عليها للتطبيق في عموم الجمهورية. بالظبط كده. يعني بقى عندنا بنوك الدم في أي جزء من أجزاء الجمهورية بقى في معايير. إيه هي المواصفات اللي لازم تكون موجودة في المكان سواء من الناحية الإنشائية أو من ناحية التجهيزات؟ إيه هي المواصفات اللي لازم تكون موجودة في العاملين في بنوك الدم أو مقدمي الخدمة؟ إيه هي المواصفات التخزينية؟ إيه هي الفحوصات
اللي كلنا اتفقنا عليها كدولة مصرية من خلال وزارة الصحة المسؤولة عن الصحة للفحوصات اللي هيتم عملها للمتبرع قبل ما يتبرع أو لكيس الدم نفسه، ما هي الفحوصات والتحاليل التأكيدية اللي بتؤكد خلو الدم ده من أي نوع من أنواع الأمراض المنقولة عن طريق الدم، إيه هي الاحتياطات اللي المفروض تتاخد قبل مصرف دم لحد عشان أضمن التوافق وأضمن السلامة. كل ده تم اعتماده وإقراره ليصبح منهجا لكل بنوك الدم في جمهورية مصر العربية. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. هستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع بقى ايه، لا قبل الفاصل في تقرير مهم جدا، التقرير على انطلاق فعاليات المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، واعتبر ده انه ده برضو جزء من كلامنا مع دكتور حسام على مسألة المعايير والاشتراطات اللي بتجرى، من ضمنها التقرير ده بيتكلم على ايه، على إدارة المستشفيات والتحديات بتاعت التمويل. خد بالك تمويل المستشفيات ده تمويل بيبقى ضخم ومهول بالمناسبة، يعني أجهزة طبية واشتراطات في شكل المبنى داخلا وخارجا، يعني حاجات كتير جدا، تفاصيل التفاصيل. تحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، والمؤتمر يشتغل من يوم 19 ليوم 20 ديسمبر. نشوف التقرير ونروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام بعد إذنكم. وأهم توصية أعتقد أنه يجب أن نعيد النظر في بعض المسلمات السابقة من حيث إدارة القطاع الصحي بشكل عام. أنا أعتقد أنه هذه يعني نقطة مهمة جدا في أن يعاد النظر في كيفية إدارة الحكومات لهذا القطاع من خلال آليات جديدة، من خلال بحث عن موارد أخرى غير الحكومية طبعا، من خلال لعب دور كبير للقطاع الخاص، من خلال أيضا توفير مورد بشري محلي، لأنه كثير من الدول العربية وبعض الدول العربية تجد أيضا صعوبة في توفير المورد البشري الصحي. بعد أزمة كورونا التي حلت بالعالم كان هناك الحقيقة تحديات كبرى، الأزمة الخاصة بكورونا بينت الحقيقة هذه التحديات، ومن أهم التحديات التي الحقيقة ليست يعني إقليميا فقط لكن عالميا هو تحدي التمويل. لا شك أن الحقيقة تحقيق التمويل مع ملاحظة الحقيقة زيادة تكاليف الرعاية الصحية، مع زيادة الحقيقة الأعباء الصحية التي تواجهها الدول وتواجهها وزارات المالية، لا شك أن الحقيقة التمويل للقطاع الصحي وتحقيق الاستدامة المالية لا شك أنها أحد الحقيقة التحديات المهمة التي بإذن الله سيسلط الضوء عليها المؤتمر خلال هذه الأيام لإيجاد إجابة على كثير من الأسئلة التي إن شاء الله ستدور خلال المؤتمر ونحاول الإجابة عليها. القطاع الصحي الخاص في أي دولة، وفي منها يعني دول الخليج أو دول المملكة العربية السعودية وكذلك مصر، هو مكمل لأعمال وزارات الصحة ومقدمي الخدمات الطبية الآخرين من القطاعات العامة، القطاعين كلهم. ويمكن كان أفضل نموذج للتعرف على هذا التكامل ومعرفته لما ما تم أثناء فترة يعني جائحة كوفيد 19، وكيف كانت يعني تضافر الجهود بين القطاعين. هذا المؤتمر بيشارك فيه 12 دولة عربية بيمثلوا القطاع الصحي في المؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بنناقش على مدار 7 جلسات على مدار يومين 25 بحث علمي من كافة المتخصصين في الأنظمة الصحية. الحقيقة احنا بنؤكد وبنعزز وبنثمن الجهود التي تبذل من المؤسسات الصحية ووزارات الصحة والمالية في العالم العربي، ولكن نؤكد أيضا أن التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية خاصة بعد جائحة كوفيد 19 تحتاج المزيد والمزيد من العمل. مهم جدا علشان أقدم خدمة طبية بجودة صحية تليق بالمواطن المصري وتحقق مستوى الرضا المنشود بالنسبة له، لازم يبقى عندي استدامة في عملية التمويل علشان أقدر أوفر المستلزمات، أوفر الأدوية، أوفر أطباء على درجة عالية من الكفاءة،
أوفر مستشفيات مؤهلة تأهيل مناسب علشان تقدر تأدي الخدمة الطبية بالشكل المناسب. مهم جدا يبقى في استدامة للمورد المالي اللي أقدر أعتمد عليه بشكل كامل في أداء الخدمة دي. عشان كده جت أهمية المؤتمر ده. الحقيقة المؤتمر ده كله بيدور على استمرار مصادر التمويل وكيفية التوجيه الأمثل للتمويل المالي واستخدام المصادر الجيدة بحيث أنه ما يبقاش عندي فجوات في التمويل. أخطر من الأشياء الموجودة في المؤتمر أن احنا عايزين الفكر بدل ما التمويل تمويل على مستشفيات فقط، لا، يبقى تمويل مجتمعي، وبدل ما الصحة تبدأ من المستشفيات تبدأ من المجتمع عن طريق الوحدات الصحية المنتشرة اللي بنسميه Community Medicine. اهلا 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 بحضراتكم. طيب بص يا سيدي، دلوقتي احنا عندنا وزارة مهمة جدا جدا جدا. انا من الناس اللي بتشوف ان الوزارة دي من اهم الوزارات اللي في الدنيا بشكل عام، وفي بلدنا الوزارة دي عندها حمل مهم لو صح التعبير. مش هقول لك مهمة، لا، هي في على ظهر الوزارة دي حمل كبير. ايه هو الحمل الكبير؟ الحمل الكبير ده انها تعمل على تثقيف طبقات المجتمع كله ايا كانت الطبقة، يعني تثقيف المجتمع بصرف النظر عن طبقاته. مؤخرا بدأت الوزارة تشتغل على انه هنعمل حاجة لطيفة جدا، والله يا جماعة احنا هنعمل نشاط ثقافي في المدارس، وبنعمل تعاون مع الشركة المتحدة في مشروع اسمه سينما الشعب. مش عارف حضراتكم سمعتوا عنه ولا لا. طيب النشاط الثقافي بالمدارس ده نشاط متسع، يعني بقى الناس اللي بتقول الخطابة، زمان الحاجة دي كانت موجود، يقول لك جماعة الخطابة، مش عارف جماعة إلقاء الشعر، مش هقول لك حتى الإذاعة المدرسية، لكن النشاط بتاع المسرح في المدرسة، دي كلها حاجات مهمة جدا. وسينما الشعب دي حاجة جميلة رائعة تكفل للمواطن أنه يروح يتفرج على فيلم سينما بسعر لطيف، فيلم من الأفلام اللي موجودة. طيب عايزين نقعد نتكلم حول خطة الوزارة اللي قدمتها أمام مجلس النواب، وتحديدا أمام لجنة الإعلام والثقافة تحتها ثلاث خطوط أهو، والآثار، مع ضيفنا العزيز عبر التليفون الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. عايزين نتكلم على هذه الخطة. ازيك يا دكتور؟ أستاذ الغالي، زي حضرتك، عامل إيه؟ إيه الأحوال؟ الحمد لله أنا بخير. يعني أنا أستسمحك شيل الرسميات من ناحيتك على الأقل، ولا حضرتك ولا ربنا يخليك. ما نقدرش أبقى عليه النايم، ما نقدرش. حبيبي نادر، أنت صديق وأخ وزميل يعني. ربنا يحفظك يا رب. يعني مهم عندنا إن إحنا نعرف الخطة اللي طرحتها معالي الوزيرة أمام اللجنة، وهل اللجنة وضعت ملاحظات أو تحفظات أو حتى إضافات ولا لأ؟ يوسف بيه، زي ما حضرتك قلت، إحنا قدام أهم وزارة في كثير من الأوقات اللي بتنتشر فيها الشائعات وبينتشر فيها يعني بس روح اليأس والإحباط في نفوس المواطنين. إحنا كده يعني هي دي الوزارة الأهم في مسألة نشر الوعي بين الناس. طبعا الوعي في كل المجالات، يعني غياب الوعي دينيا هيؤدي إلى التطرف، غياب الوعي في كل المجالات هيؤدي إلى مشكلة كبيرة. فإحنا بنتحدث عن وزارة هامة جدا في هذا التوقيت بشكل كبير. طالما طالب كل من يراقب الوضع الثقافي في مصر بمزيد من الحركة، بمزيد من الحراك، باستراتيجية، بالتعاون والشراكة مع كل الناجحين في هذا المجال، بالتأكيد التعاون مع الشركة المتحدة سيكون له أثر كبير جدا 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 في تحريك المياه الراقدة. بالتأكيد عندما رأينا نجاحات ممتازة للشركة المتحدة في مسألة نشر وعي بمختلف أشكاله، سواء كان من خلال الأخبار، من خلال ما شاهدنا من روائع سينمائية أو مسلسلات، كلها
الوعي والثقافة والفكر لدى المواطن بالتأكيد هنشوف تحرك في مسألة قصور الثقافة. بدأنا بالأهم النقاط اللي ناقصة. احنا عندنا كتير من المشاكل في مسألة السينما والمسرح والوضع الحالي للسينما والمسرح. احنا بنتحدث اليوم عن التعاون ما بين الشركة المتحدة وقصور الثقافة وكل قطاعات وزارة الثقافة. يعني عندما حضرت وزيرة الثقافة وتحدثت إلى اللجنة المختصة عن الثقافة بمجلس النواب، كان حديث الوزيرة من جهة وحديث كل المسؤولين عن القطاعات المختلفة داخل وزارة الثقافة وهم كثر، كله فيه الفكر بتاع ان احنا هنتعاون مع الشركة المتحدة من اجل تحريك المياه الراكدة، من اجل وصول السينمات لمحافظات السينما مش موجودة فيها من الاساس. صحيح. ومن ثم اسعار رخيصة، جودة افلام سينمائية راقية وعالية وتؤدي الفكرة الاساسية من نشر الوعي، وكل القطاعات بتحزو حزو الهيئة العامة لقصور الثقافة. احنا بنتكلم عن يعني هذا التعاون، وفي شركة كمان اسمها الشركة القابضة للصناعات الثقافية الوزيرة اعلنت عنها، داخلها شركة اخرى تابعة لإدارة الاصول. احنا بنتحدث عن استراتيجية طال انتظارها. الوزيرة تحدثت عن بناء قدرات الوزارة، استثمار الاصول، الشراكة اللي احنا قلنا اندرجت تحتها الشراكة مع الشركة المتحدة، توظيف التكنولوجيا أو الرقمنة داخل الوزارة، كل ده بيتم بأصول الحوكمة. وبالتالي احنا بنتحدث عن خطة استراتيجية ممتازة طالما طالب بها القاصي والداني من أجل تحريك الثقافة في مصر. احنا شفنا الفترة الماضية قصور الثقافة بدأت تتحرك وتشتغل، ودي منتشرة في جميع أرجاء الجمهورية. صحيح. شفنا دار الأوبرا بدأ يظهر فيها، احنا بنتحدث امبارح عن 3500 شاب جوه الأوبرا، مش شاب يعني، أطفالنا جوه الأوبرا بيتدربوا على الباليه وبيتدربوا على الرسم وبيتدربوا على يعني كافة أشكال الفنون والآلات الموسيقية غيرها من الأنشطة الفنية، جوه كورال جوه غيره من الأنشطة. وبالتالي احنا قدام جيش بيتدرب جوه دار الأوبرا من أولادنا اللي هم فعلا عملوا نقلة نوعية، وشفنا يعني الأوبرا في الفترة اللي فاتت بتتحرك بشكل كبير. احنا قدام وزارة مهمة جدا، كل مجال هتحتاج فيه ان انت ترتقي بوعي المواطنين وفكرهم انت هتحتاج هذه الوزارة. وبالتالي فكرة بقى فلسفة العمل الثقافي ان هو يكون مع الناس، نوصل للناس. انا لو الناس ما بيقوليش قصر الثقافة، لا انا اللي اروح ليهم، اذهب اليهم. هي دي الطريقة اللي نستطيع من خلالها ان احنا نحرك المسرح والسينما علشان نقدر نوصل لوعي الناس. نشتغل شوية بمعايير اقتصادية، يعني احنا شفنا العديد من الدول اللي بتجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال السينما، تجذب شركات دولية انها تيجي تصور عندها، ومن ثم تعمل نقلة كبيرة جدا في الدخل الخاص بهذه السينمات، لان دي فرق كبيرة وبتيجي وبتقعد لفترات عشان تصور، وبتستخدم آلات وامكانيات ومعدات. ومن ثم تعالوا مع بعض نشتغل المسؤولين عن السينما والمسؤولين في مدينة الانتاج الاعلامي وغيرها من القطاعات اللي بتحتاج موافقات علشان خاطر نجذب لبلدنا هذا النوع من الاستثمار الغير تقليدي والجديد. كل ده هدفه في الاخر نشر الوعي. نشر الوعي هو اللي هيحقق لي المرجو من كل هذه الانشطة الثقافية المتنوعة. احنا شفنا امبارح الوزيرة بتتحدث ايضا عن مزيد من التعاون مع مدينة الانتاج الاعلامي، الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، جميع القطاعات المرتبطة بالثقافة. لا يمكن ان نتخيل ان قصر الثقافة سيؤدي دوره الا اذا كان هناك يعني تعاون مع مركز الشباب، تعاون مع الكنيسة والمسجد، تعاون مع المدرسة، تعاون مع الاعلام، وهو ده الاهم. لان لا يمكن ان يعني نتخيل ان كل ما يدور في هذه المجالات الثقافية المتنوعة من نحت ومسرحية واغنية وفيلم، كل ده لا يعطيه الاعلام حقه في التعاون. انا متأكد ان علاقة
الشراكة الموجودة حاليا ما بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة بالتأكيد ستؤتي ثمار كبيرة في ظل اهتمام كبير للدولة يعني الثقافة. احنا شايفين ان يعني احنا بنتكلم عن 3,600,000 في موازنة 2021، المبالغ دي زادت بحوالي 500 مليون العام الماضي وزادت 400 مليون هذا العام. فاحنا بنتحدث عن يعني موازنة الدولة بتعطيها أولوية كبرى. إذا كانت الدولة تعطي الثقافة هذا الاهتمام فعلينا أيضا داخل الوزارة أن نحرك بكل ما أوتينا من قوة. لدينا هذه الخطة الطموحة من وزيرة الثقافة اللي هي قائمة على إعادة بناء القدرات واستثمار الأصول والشراكة وتوظيف التكنولوجيا. نتمنى أن نرى يعني هذه الخطوات ويتم تفعيلها بشكل كبير على أرض الواقع، ولدينا يعني بالفعل تفاؤل كبير بما تشهده الثقافة في مصر من حراك بالشراكة والتعاون مع كافة الجهات المعنية. طيب دكتور نادر، هنا بقى بنظرة سيادة النائب، تعتقد انه اوجه التعاون اللي بتعملها وزارة الثقافة سواء اذا كان الثقافة مع وزارة التربية والتعليم، الثقافة مع ادارة الشؤون المعنوية، الثقافة مع الشركة المتحدة، من شأنها انها تخرجنا برا اللي عانينا منه للأسف لسنوات من مركزية النشاط الثقافي في العاصمة وبالكثير اسكندرية، يعني وممكن ايه مدينتين، مش هقولك محافظتين، مدينتين كمان، ده ممكن يخرجنا بره هذا النطاق فتنتشر الثقافة بمفهومها الشامل والأعم والأكمل في عموم القطر المصري. أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال، لأن يعني هو ده روح مسألة نشر الوعي. عندما نتحدث عن دعم القيادة السياسية الكبير للثقافة في مصر وضرورة عودة الروح للمسرح والسينما، عندما أجد محافظة كاملة ما فيهاش يعني دار عرض سينمائي وتأتي الشركة المتحدة لتتعاون مع قصور الثقافة، إيه المشكلة؟ إيه اللي ناقصك؟ الفيلم أهو، نعمل مثلا مع بعض أفكار خارج الصندوق، نخرج بره مسألة الإجراءات واللوائح الروتينية لكي مثلا نستفيد بطرق جديدة، زي مثلا ان احنا يبقى فيه استغلال مثلا لسطح مركز القصر الثقافي او مركز السينما بان يبقى فيه اعلانات مثلا على الاسوار او على سطح المبنى. كل دي افكار خارج الصندوق هتخلي قصور الثقافة تشتغل. قصور الثقافة منذ فترة طويلة جدا وهي في حاجة الى إعادة الروح، وخلينا يعني نشيد باللي بيعمله الفنان هشام عطوة في قصور الثقافة خلال الفترة الماضية. صحيح. واللي بالفعل أعطانا يعني دفعة أن يتم تحريك زي ما قلت المياه الراكدة ويحصل هذه الشراكة اللي بتغير اللوائح بتفتح مجالات جديدة. ولا ننكر أيضا أن في تحرك في الفرق المختلفة للثقافة عن طريق المسارح المتنقلة. كمان احنا شفنا الأوبرا المصرية بتخرج من القاهرة واسكندرية زي ما حضرتك قلت والأماكن اللي هي موجودة فيها إلى محافظات في الصعيد وفي بحري، بتعمل فيها مهرجانات وبتوصل الفن الراقي جدا جدا اللي بتقدمه الأوبرا والنجوم والمطربين المشاهير بتوديهم ل الأقاليم لكي يروا روعة وعظمة الفن المصري. التحريك ده بالفعل هو اللي بيؤدي إلى نشر الوعي والثقافة في طبعا جميع ربوع الجمهورية. احنا بننتظر خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمر الأدباء اللي هو هيتعمل فين؟ هيتعمل في الواحات. احنا بنتكلم عن الوادي الجديد، كل أدباء مصر هيكونوا موجودين مع يعني الأيام الأخيرة من العام والمطلع العام القادم هيكونوا موجودين في الوادي الجديد وفي تحريك للثقافة في الأماكن اللي طالما عانت من الحرمان منها. احنا يعني وكأننا بنتحدث عن مرصد ثقافي، وبالفعل ما هذا التعبير استخدمته الوزيرة لكي نرصد فيه ايه الأماكن الأكثر احتياجاً
ودي رؤية ثقافية شاملة طالما نادينا بيها وطالما قلنا ان هو ده اللي المفروض يعني تشهده قطاعات الثقافة في وضع ومتغيرات بتمر بيها المنطقة والعالم. احنا محتاجين الثقافة تنتشر في مختلف القطاعات وتتعاون مع مختلف الجهات المسؤولة عن العمل الثقافي. ما عادش ينفع 100% أستاذ يوسف ان الثقافة تبقى في معزل لا عن الكنيسة والجامع ولا عن الإعلام ولا حتى عن السياسة، لان يعني الثقافة لا تفصل الثقافة عن الواقع اليومي ولا الحياة اليومية للناس. تطور اي حاجة في بلد اعظم ما لديها هي قوتها الناعمة. ده صحيح، انا اتفق معاك 100%. اشكرك جدا 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 سيادة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. عايز تعرف بجد يعني جزء من الحاجات اللي تأسف عليها في الماضي، يعني كم سنة؟ بص، هو مش أقل من 40 سنة تم التعامل مع الثقافة في مصر على أنها شيء ثانوي، بل بالعكس، لا، هناك ما هو أسوأ، يا ريتها شيء ثانوي، لا، تم امتهان، خد بالك بقى، امتهان جاي من مهانة كده، أو تشويه صورة المثقف والكاتب والأديب والشاعر، وحقيقي مش هزار، تشويه وكأنه متعمد يا أخي، حاجة غريبة جدا، تفهمش بلد إزاي تعمل كده. لما كان يبقى في برنامج عن الكتب والأدب وحاجات زي كده كانوا يحدفوه مثلا الساعة 1-2 بالليل، تكاد لا ترى مثقفا أو أديبا على شاشات التلفزيون، تكاد لا تراه، يعني مع أن المثقف ده هو ده النجم اللي بجد مش هزار. يعني لما يبقى في حد مثلا زي الدكتور طه حسين الله يرحمه رب، يبقى عنده واحد من أهم مؤلفاته اللي هو بيعتقد، هو اللي بيعتقد أنها من أهم مؤلفاته هو مستقبل الثقافة في مصر، وبالرغم من تقعد لك بتاع 40 سنة في حالة 40 وشوية بقى، يعني عد بقى بعد 2011 كده إيه سنتين ولا بتاع، ما فيش حد حاسس بالقصة، يعني مثقفين إيه وبتاع. وبعدين بقى في جل كلمة كده درجة لها تتعمل لنا فيها مثقف، يا عم سيبك منه ده اصله مثقف وده بيقرا كتب، يعني انت متخيل؟ ده بيحضر مسرح، ده بيروح حفلات موسيقيه، ده بيروح معارض فنيه وفنون تشكيليه، يعني فبقت حاله وكانها سخريه، اللي هو ايه يا عم ده؟ بالمناسبه العكس بالكليه هو الصحيح في المجتمعات اللي تقدمت بقى تكنولوجيا وتعليميا الى اخره. أنا في رأيي هم مش متقدمين اجتماعياً أو اللي هم لازالوا عنصريين. الناس دي الثقافة بالنسبة لها ده 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 منتهى منتهى الروعة. كويس؟ ده بكلمك بجد. والثقافة هنا بمفهوم أكثر اتساعاً من مسألة إنك قاعد بتقرأ كتاب. الثقافة في كل حاجة، إنك تتفرج على أفلام سينما دي ثقافة، تحضر حفلات موسيقى دي ثقافة، تتذوق الموسيقى في حد ذاتها دي ثقافة، تروح معارض فنون تشكيلية وتحاول تفهمها دي ثقافة، انك تقرأ الكتاب ثقافة بالقطع، انك تحضر مسرحية دي ثقافة بالقطع، انك تتناقش تتناقش، بس خلي بالك المناقشة لازم تبقى قايمة على أسس، يعني دي ثقافة. ده بخلاف بقى فكرة كلمة ثقافة المجتمع، دي حدوتة طويلة لو بدأنا فيها دلوقتي هنخلص الحلقة والحلقة اللي بعدها ويمكن 10 حلقات، فخلوني أخدكم ونروح على جملة ختامية كده فيما يتعلق بالثقافة. فإذا كان الدكتور طه حسين يرى أن التعليم كالماء والهواء فالثقافة باتت ماء وهواء، يجب علينا أن إحنا يعني نشربها بجرعات كافية على الأقل ونتنفسها قدر الإمكان، حقيقي يعني. طيب إذن نطرح السؤال بقى، ليه اتأخر الشتاء؟ ده سؤال. السؤال بقى، هل الشتاء عندنا هيصبح أكثر دفئا ولا إنه هيبقى فيه موجات برد
قارس وصقيع وأمطار شديدة والسواحل الشمالية يبقى فيها نوات يعني من أول رفح لحد السلوق. ما احنا لازم نفهم بالمناسبة ودي حاجة أهم بقى، هو تأثير ده على الحاصلات الزراعية في مصر إيه؟ خلوني أفهم ده كله بقى من الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة. أهلا يا دكتور وأفتنا في ذلك أرجوك. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. الله يخليك. طبعا أين شتاء مصر؟ ده سؤال بديهي ومنطقي للناس، وكلنا تقريبا يعني عارفين أن كان شتاء مصر مختلف تماما، ومش من فترات طويلة كبيرة، يعني نتكلم على 20-30 سنة كان الشكل مختلف عن كده. شتاء مصر زي شتاء نصف الكرة الشمالي بدأ يحصل له تزحزح، يعني الصيف بدأ أو الخريف بمعنى أصح بدأ يأخذ جزء كبير من الشتاء. بالمناسبة الشتاء الرسمي الفلكي في مصر وفي نصف الكرة الشمالي هيبدأ يوم الأربعاء، يعني يوم 21 ديسمبر ده الميعاد الرسمي لبداية الشتاء. طبعا ده بداية الفلكية أو الرسمية. طبعا البداية المناخية من فترات طويلة كان بيبقى دائما آخر أكتوبر بيبدأ الشتاء في نصف الكرة الشمالي. طبعا مع وجود ما يسمى بظاهرة تغير المناخ، وكلنا شفنا طبعا وسمعنا مؤتمر الأطراف اللي كان في شرم الشيخ اللي كان فيه تنظيم رائع وقوي وناجح جدا للدولة المصرية كعادتها طبعا الحمد لله، كان في زخم كبير حوالين نقطة تغير المناخ. حضرتك كنت بتتكلم في الفقرة اللي فاتت عن الثقافة. عندنا في مشكلة كبيرة جدا في مصر، وهي ان مفيش توطين لثقافة تغير المناخ، مفيش توطين لهذه الثقافة. وكلمة ثقافة يعني انا في الزراعة اسمي اجريكالتشر. اجريكالتشر يعني ثقافة الارض او تثقيف الارض. كلمة تثقيف يعني ان يخرج الشيء ما لديه من خير، مش مجرد ان يبقى متعلم وبيقرا وبيتفلسف وبيعرف يتكلم، لا، ده الثقافه بتاعت اي شيء يعني سلوك وممارسه يوميه في الحياه، هي دي ثقافه اي شيء. فعشان كده احنا عندي مشكله في مصر في ثقافه التغيرات المناخيه، الناس بيتعاملوا مع المناخ بطريقه غير الطريقه اللي المفروض يتعاملوا بيها. لازم قبل ما حد يبدا يومه يعرف درجه الحراره العظمى والصغرى، يعرف كان في امطار ولا مفيش امطار، يعرف شكل مناخ اليوم اللي هو طقس اليوم ماشي ازاي، وبناء عليه يخطط يومه، يخطط طريقه لبسه، يخطط طريقه تعامله، يخطط صح. حتى شكل ومكونات الوجبه بتاعته. ما حدش بيهتم بالامور دي كلها مع انها كلها امور لها علاقه بالمناخ. عشان كده دائما هتلقى جزء كبير جدا من الناس عنده برد. ليه؟ لانه مش واخد باله ان اصبح الفرق ما بين درجه حراره الليل والنهار كبير. الفتره اللي احنا فيها دي الناس بالنهار حاسين ان الجو دفى، مفيش شتاء، وبالليل لا، بالليل الجو بينزل ل 10 و11 و12 درجه، وده يصنف على انه من بارد احيانا شديد البروده في المناطق المفتوحه، والناس تقريبا بيبقى طريق اللبس بالليل زي بالنهار، مفيش اختلاف كبير. فبنرجع نقول ثاني ان لا، شتاء مصر تغير، وهذا التغير ليس فقط في شتاء مصر، بل في الشتاء جزء كبير من مناطق نصف الكره الشمالي هيتزحزح الصيف ناحيه الشتاء، ولكن يحصل العكس، وده اللي حصل السنة اللي فاتت واللي قبلها، أن يمتد الشتاء ليأخذ معه الربيع ويمتد لغاية أوائل الصيف. السنة اللي فاتت إن درجة الحرارة الدنيا في شهر إبريل وفي مايو كانت 10 درجات. إحنا معروف إن في مصر كمان الصيف بيبدأ، بالمناسبة بيبدأ في مارس، يعني بيبتدي الجو يدفي بالليل وبالنهار في مارس، معروف. زي ما الشتاء كان بيبدأ بدري كان الصيف بيبدأ بدري، ولكن حصل الزحزحة للشتاء فبدا ياخد جزء كبير. هل ده له تاثيرات على الزراعات القائمه الموجوده؟ ايوه، من ناحيه التراكيب المحصوليه وغيره طبعا، ليه تاثيرات، وبدات التاثيرات تاخذ شكل سلبي. عشان كده الناس بيهتموا جدا في الزراعه بان لا، تغير المناخ اصبح له تاثيرات سلبيه. مثلا على سبيل المثال الفاكهه في مصر معظمها بيظهر ويعقد في مارس. لما يبقى مارس شتاء معناه ان فتره التزهير هتطول وفتره العقد هتطول، فيخش الصيف عليها يحصل مشاكل، وده اللي حصل الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، ان بدا يحصل مشاكل، نسمع في المانجا ونسمع في الزيتون، وبدانا نسمع كمان في العنب، التلوين بدا يقل شويه وهكذا. كل دي حاجات وزاره الزراعه ومركز تغير المناخ بدا يحطها في الاعتبار، وبقى هناك استراتيجيه واضحه للتعامل مع تغير المناخ وعلاقته بالزراعه، سواء كان بطل اصناف محصوليه في القمح وفي المحاصيل اللي بتزرع في الشتاء تكون متحمله هذا الشكل من المناخ عشان ما نختارش
دينا محصول نتيجة هذا التغير. حتى أشجار الفاكهة بدأ يبقى في أصناف أخرى، بدأت المزارعين وبدأ المناطق الكثيرة الجديدة اللي تزرع أشجار فاكهة بدأت تختار أصناف تتأقلم مع هذا الشكل من المناخ. يعني بنعمل إيه؟ يعني بنعيد تثقيف الأرض عشان تقدر تتعامل مع التغيرات المناخية. فيجب إن إحنا نعيد تثقيف الناس للتعامل مع المناخ وظاهرة تغير المناخ بالطريقة صحيحة. هي دي الكالتشر. طب هل 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 ده معناه يا دكتور إنه يعني من الوارد أو من الممكن إنه يبقى في أنواع جديدة لم نكن نزرعها في السابق؟ مش بقى أصناف، يعني مثلا مش صنف مختلف من الزيتون. أنا عارف إن إحنا بدأنا نستبدل أظن مع الزيتون بتاعنا بزيتون آخر يستحمل البرد شويتين، حاجة زي كده يعني. لكن هل ده معناه إن إحنا هنبدأ أو من الوارد إن إحنا نزرع أنواع جديدة مثلا من الفاكهة أو الخضروات لم نكن نزرعها في مصر سابقا واعتدنا استيرادها مثلا؟ حصل بالظبط. لو حضرتك متابع هتلاقي ان في نوع انواع من الفاكهه جديد بدا يظهر في السوق، يعني الافوكادو، يعني الباشن فروت، يعني فاكهه التنين، حاجات غريبه بدات تزرع في مصر. حتى بالمناسبه الاناناس بدات تزرع في مصر، ودي كلها معظمها فاكهه مناطق استوائيه. حتى المانجا على فكره لما دخلت مصر من فترات طويله هي مش اصلا مش من هذه المنطقه، ما هيش من عندنا طبعا. المانجا من مناطق استوائيه بدات تخش مصر. الجديد بقى في الموضوع هي هذه الفاكهه اللي قلت حضرتك عليها. حتى على فكره في مناطق ثانيه مش في مصر، في مناطق زي السعوديه وغيره بدا يزرعوا الشاي والبن في مناطق ما كانش معتاد انها تزرع هذه المحاصيل. فبدا يحصل حاجه اسمها شيفتنج، بقى تغيير المناطق المناسبه نظرا لتغير المناخ بتاع المناطق لهذه المحاصيل. فالموضوع كله محتاج كتير من الدراسات وكتير من ان يكون في استمرار كبير للبحوث، ان ايه المحصول اللي ينفع هنا، ايه اللي ما ينفعش، ايه جو مصر اصبح مناسب اكتر لمحصول تاني يكون اقتصادي زراعه، اغير اصناف محاصيل تانية بدات تتاثر. كل دي وزاره الزراعه بمراكزها البحثيه بتقوم على دراسه دائمه بحيث الاخر ما يحصلش مشكله عندي زي ما بيحصل مشكله حالا بسبب تغير المناخ في المناطق الاصليه لزراعه البن والشاي. وكلمت مع حضرتك على موضوع البن لما زاد سعره بسبب تغير المناخ. يعني ده كله بيحصل للاسف بسبب ان مناخ مناطق على سطح الأرض بدأ يتغير، ولا بد أن تتغير ممارسات الناس وممارسات المؤسسات المسؤولة بقدر هذا التغير في المناخ. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر للدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة. صح، في أنواع من الفواكه الاستوائية اتعودنا أن احنا كنا بنستوردها فعلا ولقيتها فعلا أصبحت موجودة، مش هقول بكثرة لكن موجودة بشكل أكثر مما سبق. وفعلا بدأت أسأل أوليدي بتتزرع في مصر؟ سيبك إن هي سعرها يعني غالي حبتين برضو، يعني هي طبعا أرخص من المستورد، لكن هي المسألة بالنسبة لي أبعد من ذلك. المسألة بالنسبة لي إن أنا فاتورتي الاستيرادية في هذا النوع من الفواكه بيقل. هو ليه زبونه اللي عاوز يشتري الحاجات اللي من النوع ده يشتريها، مش دي قصتي خالص يعني. المهم إن هو يشتري المصري ما نضطرش نستورد له مخصوص يعني. بس هي المسألة فعلا جديرة بالاهتمام، مسألة زراعات جديدة تخش مصر. زمان طبعا المانجا ما كانتش من عندنا أصلا، احنا بدأنا نزرع المانجا في القرن ال19 زي ما بدأنا نزرع يوسف أفندي اليوستفندي الماندرين. ما هوش من يعني ما اسموش يوستفندي، ده احنا اللي سميناه كده برضو في القرن ال19، ده ما كانش موجود من عندنا، ما هوش منتج مصري، ما هوش حاصلة زراعية مصرية إطلاقا. خلوني بقى اخدكم وهنروح على تقرير. انا احب التقرير من النوع ده بالمناسبه، الناس اللي بيبقى مخها كده شغال وبالذات في الامور الابداعيه. شاب مصري رائع جدا بيعمل ايه بقى؟ بيحول الورق والبلاستيك المستعمل اللي الناس بترميه ده لايه؟ لاعمال فنيه. والله بجد بجد، يعني هو فنان ومصمم جرافيك مصري عماد حمدي. فبيقعد بالساعات يشتغل على الورق والبلاستيكات اللي انت حضرتك بتتخلص منها يحولها للعمل فني. انا بحب الناس اللي قاعده رايقه كده وبتشتغل في حاجات وبالمناسبه ده جزء من الثقافه، هي ثقافه عدم الاهمال وثقافه الجمال، تحويل ما هو مستحيل ان يكون جميلا فيكسر كلمه مستحيل ويحوله الى شيء فني اي فيه جمال. شوف التقرير وفاصل ونرجع نكمل الكلام.
تصنيع العجائن من المخلفات زي عجينة الورق، زي عجينة الكرتون، زي عجينة السفنج، زي عجينة الخشب. ومن خلال العجائن ديت بنصنع منها الأنتيكات والتحف اللي حضراتكم شايفينها بتبقى صديقة للبيئة. المخلفات طبعا سبب أساسي في تغيير المناخ، فأنا فكرت وقلت يعني ليه المخلفات بدل ما تبقى حاجة ضارة ليه ما تبقاش حاجة مفيدة ونفعة لينا وللعالم كله. ففكرت إن إحنا نعيد مخلفات البلاستيك والإزاز والورق والكرتون ونعيد تدويرها بطريقة مستدامة، بحيث إن هي تبقى حاجة تستخدم وحاجة يكون ليها فايدة بدل ما تبقى حاجة ضارة وملهاش فايدة. إعادة التدوير هو فن من الفنون، يعني زيه زي أي فن تشكيلي، وإحنا طبعاً بناشد المسؤولين وبناشد الدولة إن يكون فيه اهتمام بالفن ده، حتى الناس اللي هم بقى عندهم موهبة إعادة التدوير يعني يتشجعوا ويبتدوا إن هم يطلعوا إنتاج أعلى ويبتدوا إن هم يعني يحسنوا من البيئة بتاعتهم ويستفيدوا من المخلفات دي. انا عندي مبادره يعني ليه ما نوسعش دايره اعاده تدوير المخلفات ونبدا من النشء الصغير في المدارس، نروح لهم المدارس ونعمل معاهم ورش عمل ونعمل معاهم شغل عملي، بحيث ان احنا يترسخ عند الاطفال وعند الطلبه من الصغر يعني ايه اعاده تدوير مخلفات مستدامه، ويعني ايه استفيد من المخلفات بدل ما ارميها استفيد بيها وتبقى صديقه للبيئه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حدوته صغنططه كده عاوزين نتكلم فيها شويه، يمكن اتكلمنا فيها كذا مره قبل كده، مساله المدارس التكنولوجيه التطبيقيه. مصر الحقيقه، وده شيء رائع بالمناسبه، وانا مصر على انه ده برضو بيعكس لك فكره من ضمن افكار او فلسفات الجمهوريه الجديده. الرئيس من كام سنة قال حاجة حلوة قوي متعلقة بالعاصمة الإدارية. لا أنا مش هكلمك عن العاصمة، أنا أقولك على الجملة. الجملة دي وقتها عجبتني قوي. قال أصل إحنا مش هنعزل، يعني إحنا مش رايحين هناك واخدين معانا العفش القديم، وإلا نبقى ما عملناش حاجة. يعني إيه العفش القديم؟ يعني ده بقى الفكرة اللي وصلتني وقتها، يعني احنا مش رايحين هناك بنفس طريقة تفكيرنا القديمة، مش رايحين بنفس ثقافتنا المجتمعية القديمة، وجزء صغير منها كده اللي هو مثلا ايه، فوت علينا بكرة يا سيد. فاكرين الجملة الشهيرة دي؟ كانت حتى تتقال كده في الإذاعة، في مسلسل إذاعي كان دايما يتذاع الصبح، فوت علينا بكرة يا سيد. لا، مفيش من ده. احنا مش رايحين علشان خاطر تاني هنرجع نكتب في ورق وحضرة البشكاتب يبص وروح يا نوفمبر تعالى يا ديسمبر. مفيش. فلسفة مدارس التكنولوجيا التطبيقية زي ما كنت بقولك كده هي جزء من الفلسفة الأوسع والأضخم والأشمل بتاعة جمهورية جديدة. احنا مش هنرجع تاني يبقى في عندنا المدارس الفنية بمفهومها القديم واللي ما كانتش متواكبة مع المتطلبات بتاعة التكنولوجيا الجديدة والثورات الصناعية الجديدة اللي احنا ملحقناش التلاتة أربعة اللي فاتوا منها، حاجات كده. لا،
احنا عاوزين، او بالادق الدوله لما خدت القرار في اطار زي ما بقولك فلسفه عامه كده لكلمه جمهوريه جديده، انا بعمل مدارس بمفهوم تاني خالص، مدارس فنيه زيها زي اللي موجوده في المانيا على سبيل المثال. مش احنا دايما نفخر بالصناعه الالمانيه كده نقول لك يا سلام ده المكنه دي الماني، ده العربيه دي الماني، ده مش عارف ايه ده الماني، اي حاجه زي كده ان لم تكن طبق الاصل. وفي ظني لو مشينا بنفس الطريق او مشينا على نفس الطريق ونفس السكه، لا احنا هنعدي ده كمان، هنعدي اللي بيحصل في المانيا، هنعدي اللي بيحصل في انجلترا، هنعدي والله هتشوف. ومش عشان بس بحلف لك، لكن انا بقول لك اهو لان انا شفت المدارس دي عامله ازاي، وشفت حجم الاقبال على خريجينها عاملين ازاي، مدارس معموله علشان تطلع شاب زي الفل ينفع يشتغل في أتخن مصنع بأروع وأحدث تكنولوجيا في العالم. عاوز توديه اليابان هيروح، عاوز توديه ألمانيا هيروح، عايز توديه بلجيكا هيروح. فتحصل شراكة ما بين الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني وما بين وزارة الهجرة على إيه بقى؟ مسألة التأهيل والتجهيز، مش بقى التدريس، التدريس ده خلاص كده مهمة الإدارة. طيب التأهيل والتجهيز بتاع خريجين التعليم الفني التقني التكنولوجي التطبيقي الجديد ده، علشان لو عاوز يطلع بره يطلع بالطريقة الصح، يطلع قانوني، يطلع سليم، فيبقى واخد حقه تلت ومتلت، ساعة العمل بتاعته تبقى زيه زي أدخن تخين في العالم، ما هو مش أقل منهم في حاجة. وهنا نرحب وبشدة بدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ازاي حضرتك يا دكتور عمرو؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ اللي انا كنت بقوله ده صح يا فندم ولا انا قاعد عمال بفتي؟ لا طبعا صح يا فندم، وان شاء الله باذن الله يعني نحب نوضح لسيادتك وللساده المشاهدين انه البروتوكول ده معمول بالتعاون زي ما سيادتك تفضلت مع وزاره الهجره وتحت رعايه وزاره الخارجيه كمان، لانه احنا بنعمل بروتوكول تعاون متكامل بحيث انه يتيح لابنائنا الخريجين والخريجات، لان احنا مش بنصدر بس الذكور، احنا بنصدر ذكور واناث. في الحقيقه احنا بنعد اولادنا ان هم يطلعوا بالطريقه السليمه زي ما سيادتك تفضلت، لانه في الحقيقه ده حلم بيراود كثير من الشباب في انه يلتحق بسوق العمل الخارجي. طيب الدوله بتوفر له الفرصه ان هو يتعلم تعليم تكنولوجي جيد، عنده المهارات الاساسيه، عنده اللغه، عنده كمان الاساسيات بتاعه الثقافه بتاعه الدوله اللي هيهاجر ليها او اللي بيود الهجره ليها. لكن الحقيقه السؤال اللي بيتبادر في الذهن هنا، هل احنا بنعد ولادنا وبناتنا بس الهجره؟ الاجابه لا طبعا. انا بشوف المهن اللي موجوده في سوق العمل العالمي واللي سوق العمل مصر بيحتاجها، ودي المهن اللي انا بركز على اعداد ابنائنا وبناتنا للعمل فيها. في حاله ان الولد او البنت بيجتاز الاختبارات المتعلقه باللغه والمتعلقه بال يعني تقبل الثقافه الغربيه او ثقافه الدوله اللي هو رايح لها، دول اللي بيسافر، والباقي بيثري الحياه العمليه داخل السوق المصري في كل قطاعات وشرايين الاقتصاد القومي المصري. حلو. دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه كمان احنا بناخد الخريجين اللي اتخرجوا ويعاد تدريبهم سواء كان داخل وزاره او في مراكز التاهيل الخاصه بوزاره القوى العامله، في تعاون اخر عشان نوصل خريجينا برضو للامالهم اللي هم بيعقدوها لتحقيق مستقبل افضل. واحنا كلنا عارفين ان حتى الايادي العامله النسبه الاكبر من المتحصلات الدولاريه المصريه بتاتي من عوائد العاملين المصريين في الخارج. فكله ان شاء الله بيصب في مصلحه مصر لتحقيق مستقبل افضل لبلدنا ولاولادنا. طيب ده عظيم جدا. طيب بما ان احنا في كل الاحوال ولادنا بيبقوا جاهزين للعمل داخل السوق المحلي او السوق الاقليمي، واحنا بنشتغل على التأهيل والتجهيز للخروج الى السوق الدولي ان اراد، مش كده؟ مظبوط.
حلو. مهم قوي مسألة بطريقة قانونية. حضرتك قلت لي كمان جملة مهمة قوي جدا خالص، احنا بنجهزه لثقافة المكان او الدولة او المجتمع اللي هو رايح. طبعا يا فندم، لان هو لازم يكون مسافر وعارف ايه حقوقه وواجباته، لان هو لازم يكون عارف انه في المجتمعات المتحضرة الواحد زي ما بيكون لها حقوق فعليه واجبات، فبيبقى عارف بالظبط ايه هي الشروط التي يجب ان يستوفيها حتى يلتحق بسوق العمل بطريقه قانونيه، وايه كمان حقوقه في حاله لا قدر الله وجود خلاف مع صاحب العمل او انه في اي مشكله، ازاي بيتواصل مع البعثه الدبلوماسيه المصريه اللي موجوده في الدوله اللي هو فيها، ازاي يسجل نفسه، ازاي تقدر البعثه دي تدافع عن حقوقه، وازاي هو ياخد حقه بطريقه مباشره من صاحب العمل في حاله وجود نزاع لا قدر الله. وكمان عارف ايه الاشتراطات اللي الدوله دي بتشترطها في وجود هذا العامل على اراضيها، وان هو ازاي بيؤدي عمله بطريقه سليمه حتى يتسنى للحصول على حقوقه بطريقه كامله ومشروعه. طيب ده رائع جدا دكتور عمرو. بالتجربه واضح ان في اقبال شديد من اولياء الامور والطلبه على ان هم يلتحقوا بهذه المدارس التكنولوجيه التطبيقيه. هل زي ما يتقال كده في البايب لاين، في المستقبل القريب، ان احنا هيبقى في عندنا عدد اكبر من المدارس نتيجه الاقبال المذهل اللي حاصل ده؟ الحمد لله احنا يعني بنعد العدة لانه عدد المدارس دي يتضاعف في السنوات القادمة. بس بحب يعني اوضحه لسيادتك وللسادة المشاهدين انه هذه الفرصة مش بس متاحة لخريج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولكنها متاحة لكل خريج التعليم الفني. فاحنا بنحاول ان احنا نساعد ولادنا كلهم من التعليم الفني ومن غيره، بس بالاخص التعليم الفني، لان هو ده الحياة السوق الاكبر المطلوب بره في الدول الغربيه، لانه الحقيقه ما فيش الحاجه للمستوى التعليمي العالي زي ما الناس معتقده او بتتصور. بالعكس، ده مش بس خريج التعليم التكنولوجي او التقني هو ده الاكثر طلبا، وكمان الاغلى سعر، يعني سعر الصنايعي في تخصصات كتيره جدا بيفوق سعر المهندس وساعات الطبيب في دول الغربية زي ألمانيا وزي إيطاليا وزي إنجلترا. هم سعرهم غالي، وكمان في نظرة في وجودهم في الدول دي. فإحنا بنتيح هذا النوع من التدريب والتأهيل لجميع خريج التعليم الفني وبالأخص طبعا مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية يمكن تشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع شركات كبيرة جدا في خلال الأسبوعين اللي جايين لإنشاء 5 مدارس جديدة عشان يكملوا 50 مدرسة، وإن شاء الله مطلوب منا مضاعفة هذه الأرقام في القريب العاجل بإذن الله. بإذن الله أشكرك جدا يا دكتور، وربنا يوفقك يعني دايما بإذن الله. ألف شكر دكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة المدارس التكنولوجية التطبيقية. احنا هنروح بقى على كشف اثري بقى مهم. اظن حضراتكم سمعتوا على موضوع الكشف الاثري الجديد، يمكن النهاردة اتكلمنا عنه يعني، او لقيت كل المواقع قاعدة بتتكلم عنه. ده كان شيء بالنسبة لي رائع جدا. كشف اثري جديد لمجموعة من المقابر، خد بالك بقى، في تل اثار الدير في مدينة دمياط الجديدة. كل حتة في البلد دي بتنطق تاريخ، سبحان الله العظيم. كل حتة في البلد دي هتلاقي فيها أثار. ده بالمناسبة جانب من ما تم كشفه أو تم اكتشافه إذا صح الكلام يعني النهاردة في دمياط الجديدة. دي بقى بتعود إلى أنهي عصر بقى، أنهي عصر والحاجات الجميلة دي. لازم هنا بقى نسأل دكتور قطب فوزي قطب، رئيس الإدارة المركزية بالأثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي. أهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ يوسف. مبروك يا دكتور. الله يبارك في حضرتك، شكرا على المقدمه الجميله دي. لا ازاي يا فندم، ده لا بص يا فندم، اللي عاملينه في قطاع الاثار في الوزاره الحقيقه الدنيا كلها بتتكلم عنه. انا بتكلم بامانه والله، واحنا كمواطنين عاديين، ما انا فاضل لي شهرين ويبقى عندي 48 يا دكتور، فقعدت يعني على الاقل مثلا اقول ايه، يجي
44 سنة، بل 40 سنة من حياتي لما بنكتشف حاجة بنلاقي إن الأجانب هم اللي بيكتشفوها، البعثات الأجنبية. لكن بقالي دلوقتي كذا سنة عمال بشوف إنه بعثاتنا المصرية الخالصة هي اللي بتشتغل وهي اللي بتنقب وهي اللي بتطلع الحاجة وبكثافة، وده شيء ملحوظ ومهم. الحقيقة إنه حضرتك أصبت في الحتة دي، والفضل يرجع للأستاذ الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام لمجلس الأعلى للأصالة، لأنه دايما دلوقتي مركز معانا جدا مع البعثات المصرية وبيوليها من متابعات، و دايما مادد إيد العون للأسري إنه هو اللي يشتغل، والمرمم المصري هو اللي يشتغل. صح. فالبعثات بعثات مصرية خالصة. ابتداء من رفع الموقع وحتى التصوير والتوثيق في داخل الموقع، ودي حاجة جميلة بصراحة. ويعني بعض البعثات تفوقت على البعثات الأجنبية الحقيقة. والله تتفوق ونص. يعني أنا فاكر مرة كنت بتكلم مع دكتور مصطفى وزيري عن إن بنتي عاوزة تدرس علم المصريات، فبقول له وتشوف يعني أنهي بلد الواحد ممكن يبعت فيها البنت، وأنا رأيي إنها تروح فرنسا يا دكتور باعتبارهم هم اللي اخترعوا العلم ده. فضحك بطريقته المعروفة قال لي ليه، هو في حاجة اسمها فرانكولوجي، ده اسمه إيجيبتولوجي، هتخش أثار هنا. قلت له خلاص أمين، ختمنا، اعتمدنا. بيجوا الأجانب يعني يدرسوا عندنا الشغل بتاعنا، بيجوا الأجانب يدرسوا علم المصريات. طبعا ما هو يعني هيدرس العلم، ما هو لازم هيجي من هناك على هنا علشان يكمل دراسة، سواء إذا كانوا جايين من فرنسا ولا جايين من جامعة شيكاغو باعتبارها واحدة من الجامعات المهمة في هذا العلم. هرجع بقى على الكشف الجديد ده، الكشف ده الجديد من أي عصر وأهميته يعني تصل إلى أي مدى؟ الحقيقة أنه الكشف ده كشف مميز، مش هنقول أنه هو فريد، لكن هو مميز من حيث أنه الكشف ده هو عبارة عن مقابر من الطوب اللبن ومقابر أخرى معمولة بالحفر البسيط، لكن ده بيرجع تحديدا الملامح الأساسية والسمات الفنية بتاعته والتخطيط المعماري والأواني الفخارية اللي طلعت بتقول إنه دي سمات بترجع للعصر بتاع الأسرة 26، العصر الصاوي. والأميز أكتر إنه في تتابع عندنا في الطبقات، إحنا من الأقدم للأحدث بنبدأ من الأسرة 26 والعصر اليوناني، العصر البطلمي والعصر اليوناني والعصر الروماني، وانتهاء بالعصر البيزنطي. فتتابع رائع في الموقع، وموقع ثري جدا، وأهميته هتعيد تأريخ المنطقة تاني، تعيد تأريخ منطقة محافظة دمياط الجديدة أو محافظة دمياط. هو كده بقينا عندنا إتاحة لفرصة كبيرة جدا للدارسين بأنهم يعملوا دراسات مقارنة للحقبة التاريخية نفسها اللي موجودة دي، كده من عصر الأسرة 26 وانتهاء بالعصر البيزنطي. منهل عذب جدا، وفتح المجال العلمي لدراسة المكتشفات الموجودة حاليا، ووجود المكتشفات الحاجات المذهبة، التمائم المذهبة اللي موجودة على بقايا الهياكل أو بقايا الدفنات، الحقيقة رقائق ذهبية هتدينا دراسة تانية خالص نبدأ نشتغل فيها عن الحالة الاقتصادية للمتوفي اللي كان موجود. حاجة جميلة قوي أنه أنا ألاقي معدن نفيس من الذهب لتمائم لإيزيس وباستت وعين حورس وحورس على هيئة الصقر. التمائم اللي هم كانوا بيستخدموها كحماية ويعني تبريك للجسد اللي موجود، والحقيقة أنه كمان موجود معانا العديد من التمائم الجنائزية المختلفة في الأشكال والأحجام والأحجار المختلفة زي الجعارين وعمود الحدوم ومسند الرأس
وريشتي أمون والعديد من المعبودات زي إفيس وجحوتي ونفتيس وتماثيل لأبناء حورس الأربعة. حقيقة كشف رائع ومتميز وثري لأي دارس هيجي يدرس الحضارة والأثار ويدرس الجانب الاجتماعي للمكتشفات الهياكل العظام اللي هندرسها وهندرس الجانب الصحي هندرس فيها الجانب الاجتماعي من حيث الحالة الاقتصادية اللي كانت موجودة في العصر ده ثراء جميل قوي في الناحية العلمية استكمال الدراسات القديمة لأنه احنا الحقيقة أنه الموقع ده شغال من 2007 وتوقف بعض الوقت واحنا بنستكمل اكتشاف فيه. فتل الدير ساري جدا باكتشافاته وما زلنا ويمكن الفترة الجاية كمان هيبقى في استكمال الاكتشافات دي وان شاء الله ربنا هيكمل جهودنا بنجاح بإذن الله ودعواتك ودعم حضراتك يا رب. من الحاجات دي اصلها بتفرحني كده، اولا تشعرني بالفخر دايما، وانا من الراجل من انا راجل من الناس يعني اللي عندهم فخر شديد شديد بل عميق متأصل بالحضارة بتاعتنا. فالمزيد بقى من الكشوفات وبالذات في منطقة الساحل، احنا عاوزين نسحب السياحة من اليونان نحطها عندنا بقى شوية في الحتة بتاعت الساحل الشمالي دي، اظنها مليانة مليانة حاجات بقى من العصر البطلمي. استاذ يوسف انه الساحل الشمالي احنا اسكندريه والساحل الشمالي النهارده عندنا يعني مش عارف اقول انه ضغط عمل للتطوير والانجاز. الحقيقه الدكتور مصطفى لا يألو جهدا، انا عارف انه مدنا في يعني اكيد واصل لحضرتك الكلام ده، هو حياته كلها الاثار والتطوير، احنا بنشتغل في جانب التطوير. ده صحيح ده صحيح، محدش يقدر ينكر ده صحيح والله. أشكرك جدا يا دكتور، الحقيقة يعني أنا من الناس اللي بتبقى سعيدة جدا بالجهد بتاع قطاع الأثار في الوزارة وزارة السياحة والأثار، حقيقي حقيقي جهد مش بس يفرح، جهد يشرف. أولا أشكرك دكتور قطب فوزي رئيس الإدارة المركزية لأثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي، جهد يشرف علشان بجد الأثريين المصريين مش هقولك بقى لا يقلوا عن الأثريين الأوروبيين والأمريكان حقيقي الأثريين المصريين أعلى وأكبر وأكثر، خد بالك بقى، وأكثر حنكة وخبرة وما بين قوسين ثقيلين حبا وأمانة. دي حضارة بلده، حضارة مين؟ حضارة بلده. في أزمنة قديمة الجماعة الأجانب لما كانوا بيجوا هنا، لا ده هو كان بيجي بينقب وبيشيل تلات أرباع الشيلة ويكت على بلده ويسيب لنا النظر القليل، ده بجد مش هزار. الأثري المصري حاجة تانية، هو بيدور على إرثه ميراثه ملكه، فبيحافظ عليه وبيدور بحب وبشغف حقيقي، مش شغف العلماء بس، شغف ان دي حاجتي ملكي. واتمنى ان الجمله دي تبقى موجوده عند سيادتك عزيزي المواطن، ده ملكك احترمه وحبه وحافظ عليه. خلونا نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل ولقائنا الاسبوعي الرائع المحبب الى النفس والعقل والروح معا، لقائنا مع فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، استنونا بعد اذنكم. واحدة تتجوز من غير شر أبوها وكون أبوها حي، ها؟ ومش محترفين بي، يبدأ حلال ولا حرام؟ سؤال بالنسبة للميراث، الزوجة لو هي ما عندهاش أولاد والزوج راضي أنها يعني هي بتعامله كويس وكده لو عاوز يديها هبة بحيث أن إيه ما يتقسمش كشرع رسمي، يعني تنفع ينفع يعني ينفع الواحد يعمل كده؟ حكم الناس اللي هي بتاكل الإرث بتاع البنات والكلام ده، عايزين بس نشوف إيه حكم الشرع فيها، الشريعة الإسلامية يعني الإرث بتاع البنات عندنا متعارف عليه في العرف إن إحنا في الأرياف خصوصاً بياخدوا إرث البنات بيستولوا عليه يقولوا لا ما لهمش. إيه موقف الدين من الإنسانة اللي هي تتطلق من جوزها علشان تاخد معاش بتاع والدها وبعد كده يرجعوا تاني عرفي؟
هل ده حلال ولا حرام؟ الوقت الواحد مثلا نام وصحى قبل الفجر بساعة ينفع صلاة العشاء؟ هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة بها ضريح هل فيها أي مشكلات؟ هل هي مقبولة؟ لأن احنا الحقيقة تعددت الآراء في الآونة الأخيرة بشأن الصلاة في هذه المساجد. السنة المؤكدة للفجر قبل، يعني أنا دلوقتي في البيت ما قدرتش أنزل والفجر أذن وقاموا الصلاة، أصلي السنة ولا ما أصليش السنة؟ طيب العصر، أنا عداني العصر قاموا الصلاة في العصر، أخش أصلي السنة بعد ما أصلي الفرض بتاع العصر ولا أصلي قبل العصر يجوز؟ عندي عادة غريبة، أنا أحب أدقق في التقارير، حاسس إن التقرير ده في الدقي، حاسس كده، عندي إحساس. مهم، خلونا الأول نرحب بضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، منورنا مولانا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ربنا يخليك مولانا. واحد بتفرج على التقرير، كان عندنا أسئلة كتير، بس حضرتك اخترت قلت لي لا ابدأ بده اللي هو الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة. إيه رأيك يا مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. أولا يا سيدي الكريم، لم يرد نص شرعي يمنع الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين، لأن التحريم أو المنع أو الكراهة لابد من دليل شرعي ولا دليل، فيبقى الأمر على الإباحة. هيأتي المتسلفون ويريدون أخبارا وآثارا مغلوطة، يعني يقولوا إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة. فرق بين حكم الصلاة في المقابر اللي هي محل دفن الموتى وفرق ما بين مسجد فيه قبر. هم خلطوا الأمور للإلباس على الناس، ما بين الصلاة حكم الصلاة في المقابر وحكم الصلاة في مسجد فيه مقبرة. حكم الصلاة في المقابر طبعا ممنوع لشبهة النجاسة، ولذلك جاء في معرض نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق. أما للتدليس جاءوا بخبر المقبرة فجعلوه على المساجد التي بها أضرح. لو كان الأمر كذلك إذا لكانت الصلاة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبها ثلاثة مراقد لسيدنا النبي عليه السلام وصاحبيه الكريمين سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم نقرأ الآية في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فالصلاة في مساجد بها مراقد الصالحين حلال وجائزة وصحيحة. فتح الله عليك مولانا وطمنت الناس أكتر وأكتر. طيب هروح لسؤال مركب متعلق بالمواريث. امرأة لا تنجب، هل يصح أن يهبها زوجها شيء بعيدا عن الميراث؟ ده واحد. والتاني، ما حكم من يرفض توريث البنات؟ بالنسبة للزوجة إذا كانت لا تنجب وخشى زوجها عليها الغدر أو يعني عوامل معينة، طبعا معروف هو الأعمار بيد الله عز وجل، هي يعني مثلا هي بعده هترس، إن لم يكن هو له أولاد هترس الربح، فإن كان له أولاد، أنا بتكلم عن رجل نفسه، يبقى هتأخذ الثمن. طيب هو يريد أنه يجعل لها ما نسميه تأمين أكثر، لا مانع في حياته أن يهب لها ما شيئا ما شاء، لأن الإنسان حر فيما يملك حال حياته إن شاء الله يهب. إنما بقى نفرق ما بين إيه وإيه،
ما بين الهبة والوصية، لو أوصت تبقى وصية باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أو أخرجه الإمام مالك في الموطأ، لا وصية لوارث، وصية تبقى باطلة. لكن له أن يهب ما يشاء، بس بنقول له يعني وبالعدل حتى لا يضار باقي الورثة. أنا علشان مش حافظ الآية بدقة من سورة البقرة، وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها على المواريث، هي في سورة النساء، ومن بعد وصية يوصينا بها أو دين. حلو، يعني من بعد الوصية، لا الوصية لغير الورثة، لغير الإيه، يعني إنسان يريد أن يوصي لمؤسسة خيرية، يريد أن يوصي لبعض أقاربه الذين لا يرثون، ممكن يبقى بتنفذ في حدود الثلث. وده حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ما قال يا رسول الله أريد أن أوصي بشطر مال يعني النصف، قال لا كثير، قال بالثلثين، قال كثير، قال بالثلث، قال الثلث وكثير، ولا لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس. نأتي للشق الثاني حضرتك قبلها. نعم. الهبة، هل من الممكن أن يهب كل ما يملك لمن شاء، زوجته، أحد الأبناء، بنته، لا أحد الأبناء، والدته؟ أحد الأبناء هنا لا، في حديث بقى في البخاري اللي هو عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الحديث طويل، لما قال يعني أعطاني أبي عطية فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أشهده عليه، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال لا، لا أشهد على جور، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فبنراعي في الأولاد العدل، يفرض الولد عاق أو فاسد، لا بالضبط، إلا أن بعض الفقهاء كالحنابلة استثنوا أمورا منها ما ذكرته، قالوا يعني إذا كان الولد سيضيع المال، أحد الأولاد يعني، أو هناك أحد الأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وده كثير، قال لا ممكن أن يؤمن له شيئا من باب الهبة رعاية له، اللي هو اللي هم ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. طيب الشق الثاني، الشق الثاني، شوف يا سيدي، الآيات في سورة النساء، أولا الله سبحانه وتعالى قال دي الآية السابعة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فتوريث النساء فريضة. أيوة. هنيجي بقى مع سياق الآيات، هنلاحظ إيه حضرتك؟ هنلاحظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نمر الحالة الثانية، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الحالة الثالثة، وإن كانت واحدة فلها النصف. سبب نزول هذه الآية ما روي أن أوس بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان من الأنصار، فيعني لما مات كان ترك زوجة وترك ثلاث بنات وابني عم، فأولاد العمومة أخذوا المال، لم يعطوا الزوجة شيئا ولم يعطوا البنتين شيئا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلتم ذلك؟ قالوا لأن النساء لا يركبن خيلا ولا يرهبن عدوا ولا يدافعن عن الزرع والضرع والكلام ده. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم. وفي سبب آخر، ما روي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما استشهد في معركة أحد، احنا ما عندناش حاجة اسمها غزوات، ما عرفش المصطلح ده تسلل إلى كتب السير ازاي، الرسول ما غزا أحد، الرسول ما غزا أحد، كل المعارك كانت دفاعية، لكن ما عرفش، يقول لك حتى يقول غزوة بدر، غزوة بدر. المهم الحكاية دي مهمة، لأنه وأنا صغير جدا طفل سألت مدرس التربية الدينية عندنا في المدرسة، لأن أنا قلت إيه؟ قلت معركة بدر، قال لي لا، لا هي اسمها غزوة، قلت له ليه؟ قال لي اللي كان فيها الرسول غزوة، لا اللي ما فيهاش الرسول معركة أو حرب. قلت له أيوه ليه؟ ما اداليش إجابة. لا ما يديكش،
هو للأسف أخطأ، لأن أولا بدر مثلا بدر وأحد وسقطني شفوي. بدر وأحد هي كانت في المدينة، يبقى الرسول ما راحش، ده هم هجوم لغاية عنده. فالمهم في سعد عمره ما كان غازيا يعني لا لا لا، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما استشهد في معركة أحد، فطبعا العم هنا أخذ أيضا الأموال، فجاءت أرملته، أرملة سيدنا جابر بن عبد الله، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جابر استشهد في أحد، وإن العم أخذ مال البنتين وهما لا يتزوجان إلا إذا كان لهما مال، فأنزل الله تعالى هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم. فهنا نقول لمن يمنعون أو يلتفون أو يتحايلون أو يعطلون مواريث النساء، أقول لهم أرجوكم اقرأوا الآيات في سورة النساء، سنجد يوصيكم الله وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله. أدي الرابعة. طب تعزي تاني عايزة تاني. فدي منع النساء من الميراث جاهلية. أفجر لك بقى مفاجأة من العيار الثقيل. قول. لو كان إنسان يعلم وتعمد تعطيل ميراث النساء مرتد وخارج عن الإسلام. ياه. أيوة نعم، لأن ده أمر زي الصلاة، وهو نصيبا مفروضة وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله. هو الميراث ده مقدرات شرعية قطعية لا يقبل التغيير ولا التبديل. أيوة. لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. مثل أقيموا الصلاة، لو أنكر إنسان الصلاة، صوم رمضان، لو أنكر إنسان فرضية الصيام، الحج، الزكاة، يبقى مرتد عن الإسلام. خدت بالك؟ فأنا هنا بحذرهم طبعا. إن هو يعتبر بيفعل أفعال جاهلية، وبتعبير العالم النوراني سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رضوان الله، من عطل الميراث فقد رد الأمر على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يستر. ما إن أنتوا تاخدوا بالكم من بناتكم، مش تسيبوهم كده في الهواء الطلق. لا، خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. استنونا. أنا أفتح التليفون أدوس على البتاعة دي تطلع لي الأسئلة على طول. خلونا الأول نرحب مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. طيب سؤال كمان، لو واحدة ستتزوج بدون مشورة أبيها ولا تعترف به في حياتها، هل يصح ذلك شرعا؟ لا، هي مسألة الولي في عقد الزواج من المسائل المختلفة بين الفقهاء، لكن هنبدأ بالراجح ما قاله الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية اللي هو أبو يوسف محمد بن الحسن. قالوا لابد من الولي طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. يعني أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وقال المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها. الظاهرية قالوا الثيب تزوج نفسها لكن البكر لابد لها من ولي. طبعا احنا خروجا من الخلاف، احنا طبعا مجتمع شرقي في الدرجة الأولى، بنقول ان على الاقل يكون الاهل على علم لان ده عرضهم وشرفهم طبعا. فانما ازاي ان البنت هنا او المراه يعني او الانثى تطوح بمشوره الاب، دي اولا قطيعه رحم واستهانه بحقه، لان من حقه ان عرضه يصان
وان يكون على علم. يعني حتى اذا كان يا اخي في عفوا الاماء وان كان ده اتلغى لكن الحكم ساري لان حكم قراني، فانكحوهن باذن اهلهن فما بالك بالحر. فما بالك بالحر. فلا احنا بنقول بننصحها لابد انها احنا مش بنقول هنا ان الاب يكون له ولايه استبداد، ولكن هو ينقل الرضا والاقتناع من ابنته في مجلس العقد ليحفظ كرامة الأسرة وكرامة العائلة وتكون صح. الأمور في واضح النهار. وله نعم. عليها حق النصح، أنا أبوك خايف عليك ده لازم مش عشان حاجة. نعم مولانا نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة، إلى أن نلتقي بإذن الله يوم الاثنين اللي جاي كده نكمل لنا العمر، قول إن شاء الله يا ربي بمشيئة الله. ربنا يخليك لنا. كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. خلصت الحلقة. أخيرا كده قبل ما أمشي، بص الجماعة الأوروبيين هذا العرق الأب ما بيحبناش ولو عليهم يستعبدونا، والله العظيم ما بهزر، لا بيحبوا لنا ولا بيحبوا عرقنا ولا بيحبوا ثقافتنا ولا ليهم فينا ولا هيرضوا عننا، وبيني وبينك إن شاء الله عنهم مرضيهم. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.